مصطفى التدي رئيس جمعية جبل للتنمية القروية البيئية. اليوم نعطي لانطلاق المشروع تعزيز المواطنة لدى الشباب في العالم القروي، مشروع طموح بشراكة مع السفارة الفرنسية بالمغرب، ليتوخى من خلاله تعزيز قدرات الشباب من داخل العالم القروي من أجل الترافع، من أجل الاشتغال على قضايا التنموية تهم المناطق القروية. مشروع نتوخى من خلاله تكوين 100 شاب وشابة مع شركائنا، وكذلك مع جمعية النهضة بالخميسات وجمعية الرعاية الصحية بصفر. أكيد هو مشروع طموح، نتوخى أولا تعزيز والرفع من قدرات الشباب من داخل العالم القروي، ثانيا تمكينهم من آليات الترافع على المشاكل والإكراهات التي تعيق التنمية المحلية من داخل العالم القروي، ثالثا تكوين قادة مدنيين وجمعويين يمكن المساهمة في تكوين وتعزيز قدرات فاعلين آخرين من داخل العالم القروي. هي محطة مهمة لنسج علاقات جمعوية ونسج علاقات مدنية من داخل العالم القروي، تكوين شبكات يمكن أن تكون قطرة للتنمية من داخل هذا المجال الجغرافي الذي ننتمي إليه، سواء من داخل إقليم صفر وإقليم مولى يعقوب وكذلك إقليم الخميسات. شكرا للسلطات المحلية والعسائم السيد العامل الإقليم صفر، وشكرا لكل فاعلين الذين يساهمون معنا في هذا المشروع، وكذلك السفارة الفرنسية المدعمة لهذا المشروع والتي نكل لها كل الشكر والتقدير، وكذلك كل الإعلاميين الذين يتابعوننا عن كتب من أجل تغطية كل الفقرات وكل الأنشطة التي تهم هذا المشروع. أستاذة متحدثة فاطمة الزهراء، أستاذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، مدرسة العليا للتكنولوجيا، عضوة في جمعية خبراء متطوعون وجمعية جبل. البرنامج اليوم هو برنامج خاص بالشباب، هو لقاء خاص بالشباب اللي الهدف دياله هو الانتيغراسيون ديالهم في العالم القروي. كانت واحدة رونكونتر كي بوغ اوبجيكتيف باش تسنسيبيليزيهم على عالم المقاولة. كانت واحد ورشة تكوينية اللي كانت درنا لاكسون على ديفلوبمون بيرسونيل ولا بيرسوناليتي ديال المقاول الشاب. هما شباب جايين من برنامج الفرصة الثانية، وبغينا نوجههم للمقاولة بيسكو دابا البرامج الوطنية كلها متوجهة للشباب في ميدان المقاولة. ممكن تفاعل ونشكر جمعية جبر وعلى رأسها السيد تودي مصطفى اللي تيدير الجهود كاملة وتيدير بوكو دي فور بوغ لي جون. واحد شخصية اللي غاغ في العمل الجمعوي، أنا مهم تندير العمل الجمعوي هذه سنين، ولكن هي شخصية متميزة لأنه أونجاجي في الوقت ديالو ومجهودات ديالو كلها متوجهة للشباب. السلام عليكم، معكم سكينة. أولا كنبغي نشكر جلالة الملك أيده الله ونصره اللي كيفتح لنا هذه الآفاق الجديدة. أنا جد سعيدة بالتواجد ديالي في افتتاح مشروع تعزيز المشاركة المواطنة للشباب القروي. هذا المشروع اللي كيفتح آفاق مستقبلية واعدة للشباب، حيث كيخليهم يصبحون شباب فاعل داخل المجتمع، كيساهم في تنمية المحيط ديالو وتطويره بطريقة إيجابية، خاصة أنه كتمنح ليه واحد الشعلة اللي كتضيء الطريق عبر مشاركة التجارب ديالو للآخرين، تجارب ناجحة وكينقلها لنا من أرض من فكرة إلى أرض الواقع. وأخيرا كنبغي نشكر الجميع كلهم بصفته واسمه. السلام عليكم، أنا متقدم خير فينو كين زي عبد العليم السعدي، يكون مستفيد زي دورة تكوينية تعزيز المشاركة المواطنة للشباب القروي. تدخل المبادرة يدخل تساهم تعزيز هذا التأطير الوشون قاح يغرمون يغرماون هذا في مزارن بحراء أدعون في مزار النسان بحراء أذن كفاءة النسان، وذي لي ذي سن يوث الروح المواطنة هذا ذخت زي ذا غرداث
غير ذات بحرا نطور المشاريع النخ ونساهم تطوير قاحي قدرات الشباب لتشكار الجمعيه نجيب خاصه غير البادريات يتساهم للتوعيه للتاثر للتساهم المواكبه الشباب قاح نسن بحرا غادي نجحني المشاريع النسان وضو غير اليوث يوث يوث الصوره تيري غير صناوض وقاح الناس اللي غرسن غير في ثامة زيرتات.